بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى الشعبة العامة، أهلا وسهلا بيكم في المحاضرة الأخيرة من مقرر الصحة الشخصية والمهنية دكتور خالد ابن الوليد. إن شاء الله في المحاضرة النهاردة هنشرح الجزء الأخير، تلوث البيئة وصحة المجتمعات. اللي محتويات المحاضرة هنتكلم على تلوث الهواء، نتكلم على تلوث المية، نتكلم على صحة التجمعات اللي فيها الشروط الواجب توفرها في أماكن التجمعات، هنتعرف على هي أساسيات الصحة العامة في المعسكرات والمخيمات والقرى السياحية، ونتطرق إلى حمامات السباحة صفتها مصدر كبير ممكن لنقل العدوى إن لم تكن آمنة، ونعرف أنواعها وإزاي نكشف على مدى جودة المية فيها. الجزء دوت موجود عند حضراتكم في الكتاب من صفحة 121 إلى صفحة 147. الجزء الأولاني اللي هو تلوث الهواء، بنقول إذا أراد الإنسان أن يحافظ على صحته فلا بد من السيطرة على تلوث الهواء. تلوث الهواء أكسير الحياة اللي بنتنفسه، ما نقدرش نستغنى عن الهواء أبدا ولا الأكسجين. لو الواحد اتمنع عنه الأكسجين لمدة ثواني هيفقد حياته تماما. الهواء دوت بيحصل فيه ملوثات للهواء بتتسبب في موت حوالي 7 مليون شخص سنويا. لو احنا عرفنا ايه هو تلوث الهواء، بنقول تلوث الهواء ده هو تعرض الهواء او الغلاف الجوي لمواد كيميائية او بعض الجسيمات المادية او مركبات بيولوجية زي الميكروبات تسبب الضرر والاذى للانسان والكائنات الحية الاخرى او تؤدي الى الاضرار بالبيئة. هاكو عارفين الهواء بيتكون من غازات النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار المية. لو احنا شفنا نسبة الأكسجين نلاقيها في الهواء حوالي 21%، بالنسبة للنيتروجين 78%، بخار المية من 1 لـ3%، ثاني أكسيد الكربون حوالي 3 من 10%. طبعا الإنسان بيحتاج كمية هواء في اليوم بتعادل حوالي 6 أضعاف حاجته للمية، 10 أضعاف حاجته للطعام، هو المتطلب الأساسي بالنسبة للإنسان. لو احنا شفنا الملوثات اللي بتلوث الهواء ممكن ان احنا نقسمهم إلى قسمين كبار، القسم الأولاني مصادر طبيعية، القسم الثاني المصادر الصناعية. المصادر الطبيعية دي اللي هي الإنسان ملوش أي دخل فيها بتلوث الهواء، زي التراب، زي الرمال، زي الرياح، دي ملهاش أي دخل فيها. القسم الثاني اللي هي المصادر الصناعية اللي هي من صنع الإنسان، دي المتسبب فيها الأول اختراعاته وسائل التكنولوجيا الكبيرة، بيبقى زي عوادم السيارات، زي محطات توليد الكهرباء اللي بتؤدي لانبعاث غازات وجزيئات دقيقة ممكن تنتشر في الهواء وتؤدي إلى إيه الأمراض. لو احنا قلنا بالظبط ايه هي مصادر تلوث الهواء، هنلاقي ان في عندنا نمرة 1 الجسيمات الدقيقة اللي هي الصغيرة يعني العالقة في الهواء، زي ايه؟ زي الأتربة الناعمة اللي بتجينا من الصحراء أثناء هبوب الرياح، أو بعض الملوثات اللي بتبقى عالقة في الجو نتيجة حرق بعض الفضلات، زي الجسيمات اللي بتنتج من مصانع الأسمنت، جسيمات عالقة في الهواء من مصانع من النسيج، مصانع البلاستيك، الزجاج، الفخار، محطات توليد الكهرباء. ده بيعتمد طبعا الجسيمات دي ان هي بتبقى سامة بطبيعتها بدون اي تفاعل مع مركبات اخرى، هي طبيعتها كده الكيميائية او طبيعتها الفيزيائية ان هي بتحمل مواد سامة على سطحها وبتنتقل الى الرئتين وتأثر على الجهاز التنفسي.
نمرة اتنين بنلاقي من ضمن مصادر تلوث الهواء اللي هو الرصاص، بنلاقي انه نسبة الرصاص اللي بتبقى موجودة في الهواء العادي دي من ضمن المعادن التقيلة اللي بتسبب أضرار بالغة للإنسان. طبعا بتبقى موجودة في الهواء والخارجي في الشارع، وبتنتج من المصانع، وبتنتج من صناعات تكنولوجية كتير. نمرة ثلاثة بيبقى في عندي من ضمن المصادر اللي هي عوادم السيارات، بتطلع لي سموم خطيرة جدا زي غاز أول أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون، غازات أخرى، ثاني أكسيد الكبريت، غازات نيتروجينية، كل دي بتنتج من عوادم السيارات. نمرة أربعة من ضمن المصادر التلوث بنلاقي بعض الصناعات زي المسابك، المسبك ده اللي بيستخدم فيه الرصاص بيطلع دخان، بيبقى دايما الدخان ده مصحوب فيه غازات سامة. في رائحة الكاوتش المحروق المصحوب بأبخرة وغازات، في بعض المصانع زي الزيوت والصابون بتطلع لي بقايا متطايرة من الغازات والمنظفات الصناعية، مصانع الصلب، محطات الكهرباء، مصانع البلاستيك، مصانع الورق، كل دي بتؤدي إلى وجود تلوث للهواء وتغيير التركيب الطبيعي اللي احنا بنقول عليه. يبقى دي عرفنا مصادر سريعا مصادر تلوث الهواء ايه؟ الاربع حاجات. طبعا ايه اضرار تلوث الهواء ده بالنسبة للانسان؟ نمرة واحد، اصابة الانسان بالامراض الخطيرة، خاصة الامراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، الهواء يعني جهاز تنفسي، التهاب رئوي، ممكن حساسية، ربو، سعال، سعال ديكي، الكحة، في زكام ونزلات البرد، الانفلونزا. طبعا مش الانسان بس، ده ممكن بتلحق الضرر بالنباتات وبتلحق الضرر بالحيوانات، وبرضه بتعود على الانسان لما بيجي ياكلها بعد كده. طبعا بتتاثر الاوراق بتاعت النبات والثمار، وبتاثر الازهار بتاعته، وبتؤدي للضرر. يبقى نمره اتنين، الحاق الضرر بالحياه النباتيه. نمره تلاته، بيبقى في عندي تشويه للبيئه. التلوث الهواء ده بيعمل لي صدأ في المعادن، بيعمل لي تآكل في التوصيلات الكهربائية زي الأسلاك والعوازل، بيعمل لي تآكل في المواد العضوية، خشب، القطن، الجلود، كل دي المباني نفسها بتبقى حتى بتفقد المظهر الجمالي ليها، وبيبقى فيه تلوث بصري، وبتأثر على الطلاء وبتأثر على الدهانات. التلوث ده بيبقى بيعمل لي حجب لأشعة الشمس اللي هي نافعة للإنسان. أشعة الشمس بيبقى فيها أشعة كويسة قوي، الأشعة العلاجية اللي هي الفوق بنفسجية، اللي احنا الآمنة اللي بنتحصل عليها بعد شروق الشمس أو بساعتين، وتقريبا قبل الغروب برضو بساعة أو ساعتين. التلوث ده بيعمل لي حجب الأشعة اللي هي النافعة بالنسبة للإنسان. طب أنا عندي في التلوث تاني غير تلوث الهواء؟ ده احنا عندنا تلوث المية. المية ده اللي هو احنا بنقول عليه السائل الشفاف عديم اللون والطعم والرائحة، اللي بيجي المتطلب التاني بالنسبة للاحتياجات بالنسبة للإنسان. أكسير الحياة، ممكن الإنسان ما يقدرش يستغنى عن المية. بنقول إن المية بتشكل الإنسان تلتين وزن جسمه سوائل. المية ليها وظائف عظيمة جدا جدا بالنسبة للإنسان، بتدوب لي المواد اللي هي الصلبة عشان يقدر يستفيد بيها، بتعمل لي ليونة في المفاصل، بتشترك في عمليات الهضم وعمليات وتكوين الانزيمات والهرمونات والدم وحاجات كتيرة مفيدة بالنسبة للإنسان. لازم للأنسجة ولازم لعمل الخلايا، بيبقى مكونة من سوائل جوه الخلايا وبره الخلايا عشان تقدر خلايا الجسم بتاعت الإنسان إن هي تشتغل. بنقول ان المية دي بتشكل لي حوالي تقريبا 70-71% من مساحة الكرة الأرضية، يعني مية
احنا عايشين على التلت اللي هو اليابسة دي او الارض، وال70% مية. المية دي بتبقى جاية لنا منين؟ بتبقى بنقسمها بالنسبة لدرجات الجودة بتاعت المية، يا اما مية نقية جاية لي من الانهار والابار ومن الينابيع، دي مياه نقية بستخدمها في اي غرض من الاغراض بدون اي خوف اللي جاية لي، ما دام صالحة وما فيش فيها تلوثات عن طريق مصانع او مخلفات بتبقى صالحة جدا. المية التانية اللي هي المية المالحة اللي هي بتبقى جاية لنا من البحار وجاية من المحيطات، دي ممكن استخدمها في بعض الصناعات، وممكن كمياه شرب بنعمل لها عمليات تحلية ليها ونزع المعادن اللي موجودة فيها او الاملاح اللي موجودة فيها. النوع الثالث اللي هي المياه بتاعت الصرف الصحي، دي ما فيش اي ليها عمليات تنقية او معالجة ولا تصلح لاي غرض من اغراض الايه الحياة البشرية. تلوث الميه بقى بيبقى الميه العذبه دي اللي بيتعامل معاها الانسان وبيشربها وبيستخدمها في الاكل بتاعه، ممكن بيحدث فيها بعض التلوث اللي بيبقى موجود. التلوث ده ممكن بيبقى نمره واحد من مخلفات المصانع السائله والصلبه. المصانع بتخلص من المخلفات بتاعتها بدون أي معالجة، بترمي المخلفات بتاعتها في مياه المصارف الزراعية، في الترع، في الأنهار، ممكن هي تصل إلى الإنسان. نمرة اتنين، بيبقى في خدمات بتاعة الصرف الصحي برضو أحيانا ما بتبقاش شبكة كاملة مغطاة للصرف الصحي والتخلص من المخلفات، فأحيانا برضو بتلقى في المصارف ممكن تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية وتؤدي إلى تلوث مياه الآبار أو الينابيع وأحيانا للأنهار. برضو خزانات المياه اللي بتستخدم كتير في المنشآت السياحية وفندقية وحتى في البيوت العادية، دي خزانات المياه استخدامها عين الحاجة، أو استخدام خزانات المياه إن بعض المياه ما توصلش الأدوار العليا فبيتم التخزين فيها. طبعا المشكلة فيها إن ما بيتمش تنظيفها بصورة دورية. نمرة أربعة، مياه الأمطار، مية المطر اللي هو اللي نازل ممكن من أسباب تلوث الأنهار. مية المطر هو بيبقى نازل طبيعي نقي خالي من أي شوائب، بس في رحلة نزوله من السماء دي لغاية سطح الأرض بتبدأ بقى الملوثات اللي موجودة في الهواء تتعلق بيه، زي ذرات التراب، زي الأكاسيد بتاعت أو غازات النيتروجين والكبريت. طبعا ده اللي هي اللي بتنتج من المصانع وبتفضل متعلقة في الجو، بينزل المطر بتاخدها معاه بتدوب في مية الأمطار، بتشكل لي عنصر تاني لتلوث المية. مش كده وبس، ده تلوث المية وتلوث التربة، حتى النباتات بتمتص السموم دي اللي بتوصل لها عن طريق مياه الأمطار الملوثة. يبقى انا عندي ممكن 4 حاجات لتلوث المية بتشكل لي خطورة على صحة الانسان. طب ايه بقى علاج تلوث المية؟ نمرة واحد، ان احنا سرعة معالجة مياه الصرف الصحي قبل وصولها للتربة او المسطحات المائية. طبعا انا ممكن ان احنا بنعالجها ونعيد استخدامها مرة اخرى، مياه الصرف الصحي دي في ري الاراضي الزراعية طبعا اللي هي بدون الاراضي الزراعية، خاصة المسطحات الخضراء، احنا بنشوف مية كتيرة موجودة في مسطحات خضراء حتى في المدن وفي الشوارع، النجيلة اللي هي اللي موجودة دي ممكن يتم ريها بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها وما يكونش فيها أي ملوثات. علاج تلوث المية ان احنا لو في عندي اي تسرب للبترول او النفط في مياه البحار او المحيطات بنتخلص منه. طبعا بتبقى في طرق كتيرة وبيبقى ليها متخصصين بيعملوا عملية حرق للبترول دوت او عملية الشفط، واحيانا في بتبقى في نوع من انواع البكتيريا اللي بتتغذى على البترول المتسرب في المية، فبيبقى ليه متخصصين وبيبدأ ان احنا نتخلص منه عشان ما يلوثليش المية بتاعتنا. لو في
في تلوث ممكن يحدث عن طريق النفايات المشعة اللي بتنتج من محطات الطاقة النووية. بنحاول ان احنا بتبقى في نفايات خارجة من المحطات دي بيتم دفنها في صحاري بعيدة خالص، اماكن بعيدة ما تلوث المية، بعيدة عن الحياة البشرية، لان هي ممكن نفايات تتسرب وتهدد المية الجوفية. نعمل طبعا احتياطات على نطاق واسع ان احنا نحافظ على سلامة المية الجوفية، مصدر آمن من ضمن مياه الشرب اللي هي الآبار، نمنع الزراعة ونمنع البناء والأسمنت أو أي نشاط صناعي فوق الأراضي دي، وبالتالي بنحافظ على المياه الجوفية. طبعا بنحاول نمرة خمسة إعادة تدوير بعض نفايات المصانع بدل ما احنا بنرميها في المصارف ونرميها في الترع، وبتبدأ ان هي برضو بتصل للمياه الجوفية. طبعا بنعمل تاني علاج لتلوث المية ان احنا بنحلل بصفة دورية بصفة منتظمة، تحليل كيميائي نعرف العناصر بتاعتها وتحليل حيوي الميكروبات عن طريق معامل متخصصة عشان نضمن بيها المعايير اللي بتحقق جودة المية. فده برضو من ضمن العلاج تلوث المياه، ونقدر نعالجها ازاي لو فيها نسبة أملاح زيادة مثلا عسر، لو فيها ملوثات نقدر نطهرها بالمطهرات والكلور وما شابه. نمرة سبعة بنعمل حد من تلوث الهواء عشان اللي بيساهم زي ما اتكلمنا في تلوث مياه الأمطار، بيحول مية الأمطار إلى مياه بيسموها ماء حامضي. طبعا مياه حامضية الأمطار دي اللي هي نازلة ملوثة بالأكاسيد بتاعة الغازات والأتربة اللي موجودة في الجو الخارجي. طبعا الخطوة الأخيرة والخطوة الجادة والخطوة الحقيقية إن احنا نعمل تثقيف للوعي البشري، أزود الوعي البشري إن احنا نحافظ على المية من التلوث اللي هي أكسير الحياة. ويمكن دلوقتي احنا بنقابل مشكلة شوية إن في عندنا بعض المشاكل اللي يتعرض ليها نهر النيل وحصة مصر حتى من المية، والمفاوضات اللي بتتم مع الدول المصب عشان نقدر نحافظ على المية اللي هي أكسير الحياة. احنا عندنا طبعا تلوث تاني غير تلوث المية، دول اشهر تلوثين او اهم اتنين، الهواء والمية. انما في عندنا تلوث تاني زي تلوث بالنفايات، النفايات يعني زي القمامة اللي هي مخلفات نشاط الانسان في الحياة بتاعته اليومية. طبعا دي لو ما بيجي يتخلص منها بغياب الوعي الصحي وبتخلص منها بطرق مش كويسة في أماكن مكشوفة وإلقائها في الشوارع أو حرقها، تؤدي لاشتعال النيران والحرايق، روايح كريهة بتؤدي لظهور حشرات كتير زي الذباب وزي الناموس، الفئران، تكاثر للميكروبات بصورة كبيرة تؤدي لأمراض الدوزنتارية، النزلة المعوية، الإسهال، الكوليرا. كل دي نتيجة عدم التخلص الآمن من نفايات القمامة. في عندنا النفايات التانية زي النفايات الإشعاعية، النفايات العسكرية اللي هي جايالي من محطات الطاقة النووية. طبعا دي طاقة نووية، بعض الدول اللي بتشغل محطات نووية مش للاستخدام الآمن أو الاستخدام السلمي بينتج منها بعض النفايات، بتحاول إن هي تلقي النفايات ديت في الأماكن اللي هي أو دول نامية، برضه هتأثر على المياه الجوفية وتأثر على مياه الأنهار. يبقى النفايات في عندي قمامة بتاعت العنصر البشري، في نفايات إشعاعية أو نفايات عسكرية محطات التوليد الكهرباء، والنفايات اللي هي المدنيين محطة توليد الكهرباء نفسها وغير محطة الطاقة النووية. في عندي نمرة اتنين التلوث بصري. تلوث بصري ده يعني معناه ان هو اختفاء اي مظاهر جمالية، تشويه لأي منظر بتقع عليه عين الإنسان. ما بيقع على حاجة مشوهة أو بتحس بعدم الراحة، ممكن نافورة موجودة في مكان كده معمولة بشكل غير سليم يبقى فيه تشوه.
المباني اللي هي مش مدهونة كلها لون واحد، بيبقى فيه تشوه، كل عمارة وكل مبنى وكل منشأة ليها لون شكل. فده بنسميه سوء التخطيط العمراني، سواء من حيث الدهانات اللي من بره، او من حيث الفراغات اللي ما بينها، او حتى الشكل بتاعها، او الارتفاعات. طبعا الدولة مشكورة بتعالج الحاجات دي، التلوث البصري في المدن الجديدة. بنبدأ المدن الجديدة تبقى كلها واخدة العمارات والمباني واخدة كلها شكل واحد، واخدة لون واحد، الارتفاعات واحدة، في فراغات ما بينهم، بنراعي المسطحات الخضراء وبنراعي البيئة الصحية. نمرة 2 في التلوث البصري ممكن عواميد الإنارة اللي موجودة وليها ارتفاعات عالية ما بتتناسبش مع الشوارع، اللي احنا بنسميها اللي هي الكهرباء الهوائية. الهوائية بتبقى ارتفاعات برضو بتشوه المناظر. في بعض صناديق القمامة اللي هي بتبقى موجودة بشكل مش منظم وما فيش حاجز عليها، أو مش بشكل جمالي، بتشوه المنظر. استخدام بعض أجهزة التكييف اللي هي في الواجهات بتاعت المباني. ممكن في بعض المساكن اللي موجودة في المقابر، في مخلفات بتاعت البشر والإنسان اللي موجودة في الشوارع، مناطق ومباني مهدمة، عربيات قديمة وسيارات محطمة ومركونة في الشوارع، بعض اللافتات بتاعت الإعلانات اللي هي اللي موجودة متعلقة بألوان كتيرة وألوان متضاربة وارتفاعات مختلفة. كل دوت بيسميه التلوث البصري اللي هو بيأثر على الإنسان. بعض المباني اللي بتحجب الرؤية عن المناظر الجمالية زي منظر البحر، ونلاقي الشاليهات اللي موجودة قدامها، ونلاقي المباني. طبعا كل ده أمثلة لا حصر لها عن التلوث البصري. التلوث السمعي طبعا اللي هي الأصوات اللي بتدينا مصدر إزعاج لينا. طبعا الصوت ده جزء لا يتجزأ في حياتنا، كلنا بنتكلم وبنسمع أصوات طيور وبنسمع موسيقى، وبيبقى فيه عندي جرس للباب، وبيبقى فيه حاجات كتيرة. طبعا استخدام المفرط فيها أصوات غير مرغوبة دايما تحسس الإنسان بالإرهاق، تحسسه بالتعب. حتى هما بيبقوا فيه عاملين مقياس للضوضاء اللي هو مقدار ما يتحمله الإنسان من ضوضاء. صوت التكييف وأصوات التكييفات، الصوت بتاعت المكن في المصانع، صوت الشفاطات، كل دي بيقاس ليه مقياس كده بيسموه الديسيبل أو الدي بي بالاختصار بتاعها. المفروض إن هو أقصى حد يتحمله الإنسان من 30 ل 35 ديسيبل يقدر يتحمله، ما عدا ذلك يبقى ما يقدرش يتحمله، يحس الإنسان بالإرهاق والتوتر والتعب. في الدول الخارجية بيبقى فيه زي سماعة الموبايل كده، بتبقى السدادة للودن، بتتحط في الأذن اللي هو الناس اللي بتشتغل في أماكن بيصدر عنها ضوضاء عشان ما يأثرش على جهازه العصبي. طبعا الضوضاء دي أو التلوث السمعي بيبقى شعور بالضيق، ممكن توصل لصداع، توتر عصبي جامد، في فقدان للسمع بطريقة كبيرة، قلة التركيز، ممكن فقدان للشهية، يبقى بيأثر لي على الصحة النفسية بتاعة الإنسان. طبعا بتبقى كتيرة في الأماكن كتيرة وما بنقدرش إن احنا نتحكم فيها قوي. في بيبقى دايما في عندنا تلوث تاني اللي هو زي تلوث التربة، وزي ما بنقول تلوث التربة من المية اللي هي اللي جاية لنا من المياه حمضية من الأمطار أو المياه الجوفية اللي جاية وملوثة. التلوث الغذائي وسبق يمكن اتكلمنا عنه، التلوث بمتداولي الأغذية، وتلوث كيميائي أو تلوث بيولوجي عن طريق الميكروبات. دي لمحة سريعة عن أنواع التلوث الأخرى. اللي يهمنا أكتر تلوث المية وتلوث الهواء ده أكتر، مع بس التعرف على أنواع التلوث الأخرى. الجزء الثاني اللي هو صحة التجمعات. التجمعات يعني الأماكن اللي فيها أعداد كبيرة، معروف إن المنشآت السياحية والقرى السياحية أماكن تجمعات، في معسكرات، في مخيمات، دي لابد فيها إن يتطبق فيها قواعد أساسية لتتعلق بأماكن التجمعات دي.
في شروط الواجب توفرها في اماكن التجمعات، زي مثلا الموقع، مرواعد الموقع، الموقع بتاع القرية السياحية او المعسكرات او المخيمات لازم يكون في موقع سهل الوصول ليه، يكون في موقع الموقع بتاعه بعيد عن اي مخاطر، بعيد عن اي مصادر للتلوث، يعني منطقة صحية. الموقع يفضل ان يكون قريب للمدينة عشان استفيد انا بالمية الشرب واستفيد الصرف الصحي واستفيد بيه، يبقى فيه امدادات للطعام بصورة كويسة. الموقع متزود بالمية الصحية النظيفة ودورات المياه الصحية. طيب ده رواحد الموقع. طب الشرط التاني قالوا المساحة، قالوا لنا ان المساحة لازم تبقى فيه مساحات كافية للافراد اللي موجودين. طبعا اماكن النوم، عدد السراير المخصصه في اماكن التجمعات بيفضل ان كل بيخصص سرير كل 5 متر مربع، كل المكان المخصص للنوم كل 5 متر مربع بيبقى فيها سرير، المسافه بين كل سرير والتاني ما تقلش عن 1.5 متر. في شبابيك طبعا للتهويه ما بتقلش عن 15% من المساحه. طبعا الاماكن دي لازم تكون التهوية فيها جيدة، ولازم يكون فيها نظيفة محمية من الحشرات والقوارض وعوامل الجو السيئة، وفيها طبعا الاساسات المناسبة او الملائمة. شروط التجمعات نمرة 3، المرافق الصحية. المرافق الصحية يعني دورات المياه والصرف الصحي. طبعا المفروض ان يكون في دورة مياه لكل 20 فرد، يبقى لو انا عندي 100 فرد يبقى اوفر 5 دورات مياه لكل 100 فرد. لازم يكون في عندي مرافق صحية وفي عندي مطابخ يكونوا ورا اماكن النوم ومع اتجاه الريح، عشان تاخد مش عكس اتجاه الريح، يعني تاخد الروائح والحاجات دي وتطردها بعيد. طبعا المكان اللي هو المطعم يكون جنب المطبخ وبعيد عن دورات المية. يبقى فيه كميات متوفرة من المية، امداد بمياه شرب نقي صحي سليم. ممكن يكون في عندنا خزانات للمية وبنراعي فيها النظافة والتطهير المستمر مرة على الأقل كل شهر. يفضل الخزانات اللي هي الدائرية، خلاص بعيد عن المربعة أو المستطيرة لعدم تراكم الميكروبات في الأركان أو في الزوايا. طبعا ممكن احنا بنستخدم شبكة مياه شبكة مياه شرب نقية او نعتمد على الابر. طب لو انا عندي المياه بنعالجها او شبه التلوث بنعمل ايه؟ بيبقى في عندنا طريقتين بنفضلهم عشان نقضي على الميكروبات. اول طريقة اللي هي الطريقة السهلة، ان احنا غليان المياه لمدة 3 دقائق، ده كافي جدا لقضاء على الميكروبات. في الكتاب عند حضراتكم صفحة 142 معالجة المية، غليان لمدة 3 دقائق، يعني حط المية على النار ولما تبدأ ان هي تغلي ظهور اول فقاعة ابدأ احسب بعدها 3 دقائق، مش من اول ما احطها على النار نحسب الـ3، لا من بدء الغليان. يبقى اول ما بتبدا اول فقاعه 3 دقائق نستنى وبعد كده نبرد. طبعا ممكن ان انا استخدم فلتر ليه سعه ثقوب معينه، الفلتر ده اللي ليه سعه ثقوب بتبقى من 1 الى 2 ميكرون، يعني ضيق شويه. طبعا لما بستخدم الفلتر فبيحجز لي الشوايب وبيحجز لي ذرات التراب الرمال الحاجات الشوايب اللي هي الكبيره. بعد كده ممكن ان انا بقى استخدم مطهر، بستخدم كلور او بستخدم ايودين، نقطتين من الكلور لكل لتر ميه، واسيبها لمده 15 دقيقه، ده كافيه جدا ان هي تطهر لي الميه. او استخدم اليود، 5 نقط من اليود تركيزه 2% وبرده اخلطه ل
على لتر ميه واسيبه 15 دقيقه. طبعا في عندي غير نقط اليود، في عندي اقراص كده اسمها اقراص اليود، ممكن اضيف نص قرص لكل لتر من الميه وبرده نفس الكلام واسيبه لمده 15 دقيقه. يبقى انا عندي الطريقه الاولانيه غليان الميه، الطريقه الثانيه ان انا استخدم فلتر واتبعه بتطهير سواء بالكلور او باليود بالانواع المختلفه. طيب نمرة خمسة في الشروط اللي الواجب توفرها أماكن تجمعات، بيبقى احنا مكافحة الحشرات والقوارض. مكافحة الحشرات والقوارض مصدر كبير لنقل الأوبئة ونقل الأمراض. بنحط سلك على الشبابيك، بنسد أي فتحات موجودة لمنع دخول القوارض، بنستخدم أي مبيدات حشرية، بنعمل نظافة عامة واتباع شروط النظافة العامة والعناية الشخصية، ما نمشيش حافيين، نتأكد إن إحنا في بعض المعسكرات اللي في أماكن صحراوية نتأكد إن إحنا الشوز بتاعنا قبل ما نلبسه لازم ننفضه يبقى خالي من أي قوارض أو أي حشرات. نتأكد إن في مصل واقي عندنا ضد لدغ أي تعابين أو لدغ حشرات. يبقى دي الشروط الواجب توفرها في أماكن التجمعات. طيب لو احنا عايزين نقول ايه اساسيات الصحه العامه بقى في المعسكرات والمخيمات والقرى السياحيه، اساسيات الصحه العامه 5 حاجات. لازم نشوف الاول التغذيه، لابد ان يكون الغذاء المقدم للافراد والناس متناسب، غذاء صحي متوازن من حيث الكميه ومن حيث النوع، ويتفق مع السن اللي موجود، يتفق مع المجهود اللي هو المبذول، يعني بيحتوي على كافة العناصر الغذائية، بروتين، كربوهيدرات، دهون، فيتامينات، أملاح معدنية. لازم يكون في خدمات علاجية، خدمات علاجية يعني في وحدة صحية، في على الأقل توفر للإسعافات الأولية وأشخاص مدربين على كده وبيدوا واخدين دورات، في وسيلة مواصلات مناسبة لنقل المستشفيات إذا استدعى الأمر. يبقى دي الخدمات العلاجية. يبقى في عندي نمرة 3، يبقى لازم يكون في تثقيف صحي، يعني الناس عارفة ازاي الطريقة الصحيحة لغسيل الايدين بالمية والصابون لمدة ما تقلش عن 20 ثانية. لازم الناس تبقى عارفة ازاي التطهير بتاع الملابس والادوات. لازم الناس تبقى متعرفة شوية على بعض الامراض وبعض طريقة الوقاية منها، بعض مبادئ للاسعافات الاولية. ده اللي هو التثقيف الصحي، تغذية سليمة وياكل ايه وما ياكلش ايه وايه الحاجات اللي هتديله العناصر بتاعته. نمرة 4، بيبقى فيه عندنا اجراءات الوقائية، لابد من توافر اجراءات وقائية من حيث النظافة، من حيث التهوية، من حيث المية النظيفة، ازاي نتخلص تخلص سليم من الفضلات والقمامة والعناية بالاكل. في عندي نمرة 5، التطعيمات، لابد ان هو الناس تبقى واخده تطعيمات ضد الامراض زي الكوليرا والتيفود، التيتانوس، الدرن، وكل التطعيمات. طيب في جزء عندي كبير، حمامات السباحه، لا تخلو منشاه سياحيه او فندقيه من حمامات السباحه. طبعا بتبقى انشطه ترفيهيه معمولة عشان متعة وترفيه للنزلاء، ممارسة الرياضة، الاسترخاء. بتبقى فيه طبعا أنواع من حمامات السباحة، حمامات السباحة اللي بتتملي بالمية ويفضل فيها المية بدون تغيير لمدة يوم أو ممكن أكتر، ده بتتملي بالمية وفيها المطهرات، وبعد كده بعد ما بيتم استخدامه بيتم تفريغ المية بالكامل وبنعمل نظافة تاني للأرضية والحوائط والتطهير وبعد كده نملاه مرة تانية. في عندي حمامات تانية وده الشائع بقى والأكثر استخداما، اللي بيتم تغيير المية بتاعتها باستمرار عن طريق بعض الطرمبات وعن طريق بعض الشفاطات اللي بتبدأ ملو المية وسحبها من الناحية التانية وعمل ترشيح ليها ان احنا بنمررها على فلاتر خاصة للتنقية والتطهير. حمامات السباحة مخاطر كتيرة بتكون فيها، لازم الأول بنتأكد من جودة مية حمامات السباحة. بيبقى عندي 3 حاجات عشان أتأكد من جودة حمامات مياه حمامات السباحة، موجودة عندكم في الكتاب صفحة 144.
مهم جدا جدا ان انا اتاكد من نمره واحد صفاء ونقاء الميه. بنحط نتاكد ازاي ان الميه دي صافيه ورايقه؟ بنجيب قرص اسود لون القطر بتاعه حوالي 15 سنتي، وبحطه في اعمق مكان في حمام السباحه، برميه في اعمق مكان وببدا ابعد عن المكان ده بمقدار 10 متر. اذا انا شفت القرص ده بوضوح تعتبر الميه صافيه ونقيه تماما، اذا ما شفتوش يبقى الميه غير نقيه. يبقى احنا قرص اسود قطره 15 سنتي باجي في اعمق نقطه في الحمام وبرميه، وببعد بعيد عنه بحوالي 10 متر، وابدا اشوف القرص ده انا شايفه ولا لا، اقدر احكم بيه على درجه صفاء ونقاء الميه. طب نمره اتنين، اشوف اقيس درجه حموضه الميه. الميه يجب ان هي تكون ايه، قلويه شويه. احنا كنا بنقول ان البي اتش الميه متعادله عند 7 واعلى من 7 قلويه، يبقى بتميل الى القلويه شويه. بيبقى في بعض الاجهزه كده بتقيس درجه الحموضه او ما يسمى البي اتش، او في بعض انواع من الورق كده بنحطه في الميه دي، اذا خرج لونه اصفر، اذا خرج الورق ده بنفس اللون مبلل بس بنعرف ان الميه متعادله، لا هي حموضيه ولا قاعديه. اذا اللون بدا يتغير نحو واللون الاخضر الفاتح وكده بدات قلويه، اخضر غامق يبقى قلويه قوي، لغايه اللون الازرق الداكن يبقى قلويه جدا. يبقى بنتاكد من درجه نمره 2، بنتاكد من درجه حموضه الميه، وبنتاكد ان هي ايه، قلويه قليلا. يعني الورقه اللي بنحطها دي هتطلع لونها ايه، يعني اخضر مصفر. نمره 3، بنكشف عن ميكروبات، خاصة في ميكروب اسمه الإي كولاي، أو ده اختصارا للشريشيا كولاي. الميكروب ده مش موجود إلا في مياه الصرف الصحي، الميكروب ده مش موجود إلا في الفضلات الآدمية بالنسبة للإنسان. فمعنى وجوده في حمام السباحة يبقى إذا حمام السباحة ده ملوث بفضلات بالنسبة للإنسان. يبقى أنا عشان أتأكد من جودة مياه حمامات السباحة بعمل 3 حاجات، أتأكد من صفاء ونقاء المية بالقرص الأسود، نمرة 2 أتأكد من درجة حموضة المية عن طريق ورق خاص لقياس البي اتش ويكون قلوي قليلا، أتأكد إن هو خالي من الميكروبات خاصة ميكروب الصرف الصحي اللي هو إي كولاي. هي ايه بقى المخاطر الصحية في حمامات السباحة؟ يعني طبعا بتبقى فيه ضيوف كتير عندنا ونزلاء موجودين في المية جايين من جنسيات كتيرة، طبعا ده بيبقى وسط جيد من اختلاطهم، الميكروبات ممكن بتبقى موجودة على سطح جلدهم، ممكن تعمل لي نقل للأمراض والعدوى. تلوث المية بيحصل من مين؟ بيحصل من أجسام الضيوف دي أو النزلاء او العمال اللي هم معينين نفسهم في الحمام. ده بيمشي على المشاية وكله بيمشي ارجل حافية ومنطقة مبللة، فده كله بيعمل لي ممكن تلوث. الملابس نفسها بتاعة الضيوف او العمال برضو نفس الكلام بتعمل لنا ممكن تبقى للتلوث. احيانا التلوث بيجي لنا عن طريق الصرف الصحي لو هي المواسير بتاعة الصرف الصحي قريبة من حمام السباحة. طبعا احيانا النزلاء بيتعرضوا لعدوى امراض معدية عن طريق الرذاذ او عن طريق الملامسة، او ممكن يستخدموا نفس المرافق الحمامات وممكن يستخدم نفس الفوط. طبعا كل ما بيزيد الضيوف وازدحامهم في الحمام وفي الطرق والمشايات كل ما بيزيد ايه، احتمالات تلوث المية. طبعا المخاطر امراض جلدية كتيرة تحدث، في التهابات للعين والانف والحلق، امراض معويه زي التيفود والديزنتريا النزله المعويه الاسهال، ممكن امراض التهابات جهاز تنفسي وامراض تناسليه، ممكن التينيا اللي بتحصل في القدم دي من اكثر الامراض الشائعه العدوى اللي هي بعض الفطريات اللي بتصيب القدم نتيجه ان بتتلامس الاقدام بتاعه الضيوف في غرف خلع الملابس او المشايات او الصالات بتاعت الجيمنازيوم اللي هي ملحقه بالحمام، لان طبعا كل الضيوف وكل الناس بيبقوا ماشيين حفاه على اسطح مبلله، فلو هو عنده اي حاجه فدي بتؤدي لايه، لتكاثر الفطريات بصوره كبيره. لو حد تاني جه تلامس معاها برضه حافي ما فيش اي حاجه واقيه ليه، فبتؤدي ليه الامراض الجلديه.
ايه بقى الاجراءات الوقائيه اللي احنا ممكن ناخدها في حمامات السباحه؟ طبعا بالراعي عند انشاء الحمامات نمره واحد ان هي تبعد بعيد عن انابيب الصرف الصحي تماما والخزانات. بالراعي ان احنا بنتاكد من نظافه الحمام دوريا، خاصه الاسطح والجدران، نتاكد ان هي مش لازق فيها ما فيش اي مواد كده ممزلقه او زلقه كده، مواد عضويه او طحالب بتنمو عليها. نهتم بالنظافه بتاعه المشايات وتطهيرها دايما باستمرار سواء بالكلور او سواء باليود. نتاكد من تطهير ميه الحمام، طبعا بنضيف فيه كلور سائل او هيبوكلوريت الصوديوم، تركيزه ما بيقلش عن 4 من 10 جزء في المليون، وبرضه ما بيزيدش عن 1 جزء في المليون عشان ما يسببش حساسيه او يسبب التهابات او مشاكل للرواد. بنمنع نمرة 4، بنمنع الازدحام في الحمام بعدد كبير من الناس تفوق درجة الاستيعاب. نتأكد إن غرف خلع الملابس فيها تهوية جيدة، تبقى كل واحد يستخدم فوط وبشاكير معقمة خاصة بيه. نزود في المية العذبة تشاش كبيرة تبقى في حمامات وفي عشان ان هو يستحمى، وندي تعليمات بكده وندي ارشادات ان قبل نزول الحمام يفضل الاستحمام. نعمل بانيو قدم، نحط فيه تركيزات من المطهرات زي الكلور زي اليود. كل اللي ينزل الحمام لابد الاول ان يحط رجليه جوه المحلول ده قبل ما ينزل الحمام لمنع العدوى بالفطريات او تنيا القدم اللي احنا قلنا عليه. نمرة 9، منع الرواد المصابين بجروح او اورام او امراض جلديه من النزول في الايه في الحمام. ضروره وضع لافتات وارشاديه عند المدخل وفي غرف الملابس بتدي بتوضح ده. طبعا لابد ان احنا نهتم باحتياطات الامان في حمامات السباحه زي العزل الجيد للوصلات والكهربائيه وانشاء نقط مراقبه ومنقذين اللي هم جاردز، دول بيبقوا موجودين عشان لو في اي مشاكل مع توافر نقط للاسعاف. ده كده احنا خلصنا الجزء الاولاني التلوث وصحه التجمعات. الجزء الثاني حضراتكم اللي هو الاشتراطات الصحيه في البيئه الفندقيه، دي موجود عند حضراتكم من صفحه 151 لصفحه 170. الطالب بيتعرف على المعلومات الوارده فيها، يعني الجزء دوت للاطلاع، بينمي مهاره التعلم الذاتي بالنسبه للطالب. طبعا كده احنا نهينا معاكم كل المنهج بتاعنا. ان شاء الله التقي بكم على خير. يتبقى ليا بس بعض الكلمه اللي بوجهها لبناتي وابنائي الطالبات والطلاب. يوشك الفصل الدراسي الثاني ان ينقضي بتحصيله العلمي وباحداثه ومخاوفه، ولقد واجهنا فيه وما زلنا نواجه أحداثا وترقبات ومخاوف كبيرة. نسأل الله العلي القدير أن تنجلي وتعود الحياة لطبيعتها. طلابي الأعزاء، أحببتكم جميعا من كل قلبي خلال تلك الفترة القصيرة من هذا الفصل الدراسي الذي كان حافلا بالنشاط والحيوية والعمل الجاد، فيه من ثابر واجتهد وضمن لنفسه رصيدا وافرا من درجات التفوق وينتظر أن يكللها بالنجاح والتفوق الباهر، وهناك بعض منكم تهاون في الدراسة ولم يعطي قيمة للعلم أو للوقت. أبنائي الأعزاء، لا زال طريق النجاح والتفوق مفتوحا للجميع، ولعل تلك الفترة فترة ما قبل الامتحانات فرصة طيبة أن يتم مراجعة النفس والذات فيما أنجزت في الفترة السابقة، فإن كنت من المثابرين على النجاح والتفوق فواصل على هذا النهج وواصل تحقيق هدفك، وإن كنت ممن سرقهم الوقت وغرهم اللهو فاعلم بأن ذلك ليس نهاية المشوار، فأمامك فرصة جيدة لتبدأ مرحلة جديدة تعيد فيها حساباتك وتسلك طريق النجاح من خلال وضع أولويات النجاح.
حاول أن تحدد أهدافك، كما زال الأمل موجودا، وأنا على يقين بأنك سوف تتغلب بإذن الله تعالى على جميع المصاعب، وأعدكم بأني سوف أكون بجانبكم، ولن أبخل في تقديم المساعدة والمشورة لكم. في الختام، أتمنى لكم فترة آمنة وسعيدة، وأن أراكم في الامتحانات في حلة جديدة مملوءة بالتفاؤل والعمل الجاد. نسأل المولى عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بوافر الصحة والسعادة، وأن يديم عليكم وعلى والديكم نعمة الصحة والعافية، وأن يديم على بلدنا الغالية نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظكم جميعا من كل سوء. والله ولي التوفيق. دكتور خالد ابن الوليد.